اعتقد كمان بالنجاح الحارس كده تقول ايه عن التجربه دي رغم انها كان مشهد صغيره بس كان هي محور الفكره كلها اقول ان هي كانت تجربه جديده ومخيفه يعني مخيفه ايه ويجي جنب زودك حاجه يعني فكره نفحه كده الاختيار اتنين اخباره ايه يعني بنزيد خلاص والدور اتسكن ولا لسه بنتكلم عن الموضوع ده؟ كنت أفضل.